الإيرانيون والإسرائيليون اختلفوا على كل شيء في هجماتهم وانتقاماتهم المتبادلة، لكنهم اتفقوا على شيئين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن صاروخ خيبر الإيراني وصل لهدفه، أما الثاني أن هدفه كان على غاية من الأهمية. إنها قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في صحراء النقب. وإذا ما تحدثنا باقتضاب عن الأمر المشترك الأول أي خيبر، يمكن القول أن المسيرات الإيرانية الصغيرة الانتحارية مهدت له المجال بإشغال الدفاعات الجوية ليصل هدفه، في ظل مواصفاته التي تتضمن القدرة على ضرب أهدافه على بعد 2000 كيلومتر، مع أنباء تتواتر عن تطوير مداه إلى 3000 كيلومتر وبوزن رأس حربي يصل إلى 1500 كيلوغرام. وعلى الرغم من حديث إسرائيل عن أضرار طفيفة بالبنية التحتية للقاعدة وتأكيد إيران أن الإصابات المباشرة خلفت دمارا كبيرا، وبعيدا عن صدق هذا وكذب ذاك، فإن احتراب وهجمات الإسرائيليين والإيرانيين لا تفسد للاتفاق قضية على أن قاعدة نيفاتيم لم تكن الهدف لسبب رمزي فقط، كونها كانت منطلق الهجمات الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية بدمشق، بل إن هذه القاعدة ما زالت بين أكثر قواعد إسرائيل أهمية، ما يعني بأن توسع إطار الحرب بين إسرائيل وإيران قد يجعل هذه القاعدة مرة أخرى في مرمى صواريخ الإيرانيين. بالطبع إضافة إلى قواعد أخرى تشكل عصب الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسها قاعدة بالمخيم ذراع إسرائيل الضاربة جواً، وهذا ما سنستفيد بالحديث عنه في وقت لاحق من هذا العمل المرئي من إنتاج ستاب نيوز، التي سبق وأنتجت عملا متكاملا عن مسيرات وصواريخ إيران التي هاجمت إسرائيل عموما وقاعدة نيفاتيم خصوصا، ونحن ندعوك لمشاهدته إن لم تفعل بعد. سنتحدث الآن عن القاعدة التي دكتها أكثر من 10 صواريخ خيبر الإيرانية، إنها نيفاتيم، القاعدة الجوية بصحراء النقب، الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرق بئر السبع، وتبعد حوالي 1100 كيلومتر عن الحدود الغربية لإيران، وعلى بعد 16 كيلومترا من مفاعل ديمونة النووي، وهو ما أثار أنباءنا أنها باتت موقعاً استراتيجياً يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. وتضم القاعدة 4 مدارج مختلفة الطول، وتتمركز فيها طائرات مقاتلة شبحية وطائرات نقل وطائرات استطلاع ومراقبة إلكترونية، كما توجد فيها طائرة الرئاسة الإسرائيلية وهي طائرة بوينغ 767 المخصصة للزيارات الدولية للرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء. أما أهم طرازات الطائرات والتشكيلات المتمركزة فيها، فنجد الطائرات المقاتلة F-35 آي أيدر The Mighty One التي تعد نسخة إسرائيلية معدلة من طائرات F-35 الأمريكية، وقد صممتها شركة لوكهيد مارتن. كما يوجد في القاعدة السرب 122 نحشون الذي يشغل عدة تشكيلات من طائرات جولف ستريم المستخدمة في الاستطلاع والمراقبة الإلكترونية. وإذا ما تحدثنا بتفصيل أكبر يمكن فهم أهمية هذه القاعدة أكثر، ففيها يوجد سرب دعم النقل سوبر هرقل 103 والسربين العملياتيين 116 و140 من مقاتلة F-35 وسرب التدريب 117 المختص بتدريب الطيارين على مقاتلة F-35، إضافة إلى سرب الاستخبارات 122، حيث تعد قاعدة نيفاتي مقر العديد من تشكيلات وعناصر التجسس الجوي الإسرائيلي. وما يثير كثير الجدل حول هذه القاعدة ما أعلنت أمريكا في مارس 2024 أن طائراتها الشبح من طراز F-35 قد تم اعتمادها للاستخدام مع القنابل الذرية B-61-12، ما يثير تكهنات بأن طائرة F-35 آي أيدر الإسرائيلية الموجودة في نيفاتيم ستكون قادرة على نقل وإسقاط الأسلحة النووية الإسرائيلية. وبعد كل هذا يمكن فهم الرسالة الإيرانية من استهداف قاعدة نيفاتيم التي قد تكون من ضمن بنك أهداف إيران في أي ضربة مقبلة،
بالطبع إضافة لقواعد أخرى تشكل عصب قوة إسرائيل، على رأسها قاعدة بالمخيم الجوية ذراع إسرائيل الضاربة، ومن دونها تفقد جزءاً كبيراً من إمكانياتها وقدراتها التي تساعدها على الصمود، ما يعني بأنها ستكون هدفاً مغرياً جداً لأي هجمات تستهدف كسر قوة تل أبيب، لأنها تعد منشأة عسكرية وقاعدة جوية ومطاراً عسكرياً ووكالة فضاء. وقد فرض أهميتها الاستراتيجية اختيار موقعها الجغرافي بعناية فائقة، حيث تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من الناحية الغربية، من الشرق تحدها مدينة يبنا، ومن الجنوب مدينة أسدود، فيما تقبع مستوطنة ريشيون لاتزيون على جانبها الشمالي. يبلغ طول قاعدة بالمخيم نحو 17 كيلومتر، أما عرضها فيتراوح ما بين 5 و 6 كيلومتر، ولا يفصلها عن قطاع غزة سوى 45 كيلومتر، وعن مدينة القدس نحو 50 كيلومتر، وعن الحدود اللبنانية نحو 125 كيلومتر. أما المسافة التي تفصل بينها وبين العاصمة الإيرانية طهران فتبلغ نحو 1650 كيلومتر، ما يعني بأنها ضمن نيران ومدى خيبر البالستي بمنتهى السهولة. أما لماذا تعد هذه القاعدة هدفاً تالياً مغرياً لإيران حال تجددت الضربات بينها وبين إسرائيل؟ فلأن قاعدة بالمخيم تتكون من 7 أقسام رئيسة تحتوي على تخصصات عالية الأهمية، وتضم منشأة الإطلاق الفضائي والمطار العسكري ومنظومة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ هيتس ووحدة اختبار الصواريخ وأسراب الطائرات المروحية التي تشمل السرب 124 فرسان السيف الدوار، وسرب المروحيات المدججة الأول والسرب 151. أما القسم السادس في قاعدة بالمخيم فهو مركز إطلاق الطائرات من دون طيار، فيما يضم القسم السابع مراكز الوحدات الإسرائيلية الخاصة بما فيها وحدة الكوموندوس شلداغ رقم 5101، ووحدة سلاح الجو 669، ووحدة العمليات الخاصة 5700، إضافة لوحدة الاستخبارات الخاصة. والآن إذا ألقينا نظرة خاطفة على قواعد عسكرية إسرائيلية أخرى قد تشكل وجبة دسمة لصواريخ إيران البالستية وطائراتها المسيرة، فإن من بين أهم القواعد الجوية تبرز قواعد حتسريم وحتسور ورامون ورامات ديفيد الجوية، كما يبرز منها قاعدة بيت زخاريا وسيدوت ميخا، وهي القاعدة الجوية التي تضم الأسراب 150 و199 و248 ومجهزة بصواريخ نووية في سيدوت ميخا الواقعة على بعد 45 كيلومتر جنوب تل أبيب، بينما يضم موقع بيت زخاريا وحدات صواريخ أريحا البالستية التي يصل مداها إلى 1500 كيلومتر. كما يمكن أيضا الحديث عن قاعدة تل نوف الجوية التي تعرف أيضا باسم القاعدة الجوية الثامنة، وهي واحدة من ثلاث قواعد رئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقع بالقرب من منطقة ريهوفوت جنوب تل أبيب، وتضم العديد من الأسراب 106 و114 و118 و133 المقاتلة والهليكوبتر، كما تعد موقعا للعديد من وحدات القوات الخاصة الإسرائيلية. ولا يمكن إغفال الحديث عن قاعدة عيلابون التي تعد مستودع الأسلحة النووية التقليدية شرقي الجليل، وتخزن فيها قذائف المدفعية النووية والألغام النووية. أما موقع رافائيل في حيفا فيعرف رسميا باسم هيئة تطوير التسلح الإسرائيلي، ولذلك قد يكون هدفا مغريا لصواريخ إيران كونه واحدا من أكبر المراكز العالمية لتصنيع وتطوير أنظمة التسلح البحرية والجوية والبرية. وليس بعيدا عن موقع رافائيل في حيفا يمكن الحديث عن ميناء حيفا كهدف محتمل أيضا، كونه مقر القاعدة الرئيسية للبحرية الإسرائيلية بما فيها الغواصات النووية القادرة على إطلاق صواريخ كروز. أما في تل أبيب وتحديدا تحت أرضها قد يوجد أكبر الوجبات الدسمة للقصف،
وهنا الحديث عن مقر قيادة العملية بالقرب من مقر وزارة الدفاع على بعد مئات الأمتار فقط من مقر رئيس الوزراء. وبالطبع فإن إيران تعرف بنك الأهداف هذا جيدا، وبحسب ما تعلنه عن ترسانتها فإنها قادرة على الوصول إليها. لكن بالطبع فإن الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها من أمريكا وغيرها لن يقف متفرجين حال فكرت إيران بقصف أي من هذه القواعد، كما أن الأمر لن يتوقف على مجرد إسقاط صواريخ ومسيرات إيران التي تعلم بأنها إن وسعت الانتقام في المرة المقبلة حال ردة إسرائيل فإنها تذهب صوب حرب شاملة لا يمكن الاختيار حينها بين ضربة صغيرة تسفح ماء الوجه وضربة كبرى تطيح بالرؤوس.